طبقت شوية صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأنا في الحديث عن اللايكوجينيسيس ونتكلم النهاردة عن الريجوليشن اوف فاتي اسيد سينثيسيس. زي ما قلنا قبل كده الكي انزيم هو الاسيتيل كو اي كربوكسيليز، انما كمان في ريجوليشن على الفاتي اسيد سينثيز اللي هو بتاع السيتوسوليك سيستم، انما التاثير على الاسيتيل كو اي كربوكسيليز اهم، لان ده يعم خدوا بالكم السيتوسوليك والمايكروسومال سيستم الاثنين. انما طبعا الكلام عن الفاتي اسيد سينثيز يخص فقط السيتوسوليك سيستم. كمان درجة الريجوليشن مختلفة. زي ما قلنا قبل كده بنقسم الريجوليشن في معظم الأحيان إلى لونج تيرم وشورت تيرم. إيه هو المقصود باللونج تيرم ريجوليشن؟ اللي هو انزيم اندكشن اند ريبريشن. وده بنعيد تاني ليه بنسميه لونج تيرم؟ لأنه بياخد وقت طويل عشان يقوم بالعمل. ياخد ساعات وأحيانا أيام to have the full effect. اوكي ده بسيط خالص ومتشابه بالنسبه للاسيتيل كو اي كربوكسيليز والفاتي اسيد سينثيز. هما الاثنين induced by insulin وrepressed by glucagon. هما الاثنين يزيد بنائهم بالانسولين ويقل بنائهم بالجلوكاجون. الانسولين يعمل انزيم اندكشن والجلوكاجون يعمل انزيم ريبريشن، سواء اسيتيل كو اي كربوكسيليز او فاتي اسيد سينثيز. وده طبعا شيء مفروض نتوقعه، لان امتى الانسولين هيطلع؟ في الفيدنج، اما ناكل كربوهيدرات كتير. في الحاله دي يبقى في سبستريت عشان نبني بيها فات، يبقى احنا عاوزين نعمل انزيم اندكشن والعكس بالعكس. في بقى شورت تيرم ريجوليشن، وده عن طريق كوفيلنت موديفيكيشن واللوستيريك موديفيكيشن. تفصيلاتهم هنقولها بعد شويه، بس بصفه عامه. اولا التركيز هنا هيبقى على الاسيتيل كو اي كربوكسيليز، وعلى فكره ساعات بنختصره الى اي سي سي، اسيتيل كو اي كربوكسيليز اي سي سي. ده الانزيم قلنا الكي انزيم، لان ده عليه معظم ريجوليشن، ده اللي عليه شورت تيرم ريجوليشن، و ما فيش شورت تيرم ريجوليشن على الفاتي اسيد سينثيز. الشورت تيرم ريجوليشن عن طريق الانسولين والستريت هما الاثنين بيزودوا نشاط الاسيتيل كو اي كربوكسيليز، في حين ان الابينفرين والجلوكاجون والاي ام بي هما الثلاثه بالاضافه لللونج تشين اسيل كو اي كلهم بيقللوا نشاط الاسيتيل كو اي كربوكسيليز. الانسولين هنشوف باي كوفيلنت موديفيكيشن، استتريد باي اللوستيريك موديفيكيشن. الابينفرين والجلوكاجون عكس الانسولين يبقى باي كوفيلنت موديفيكيشن. الاي ام بي في حد ذاته بالوستيريك موديفيكيشن، وكذلك اللونج تشين اس ال كو اي باي اللوستيريك موديفيكيشن. باي اللوستيريك انهبيشن طبعا هنا موديفيكيشن از باي انهبيشن، لان هنا بقلل النشاط. طب تفتكروا ليه اللونج تشين اس ال كو اي يقلل بناء الفاتي اسيد؟ لان معناها ان انا عندي فاتي اسيد زياده، لان لو ما كانش زياده كنت على طول هعمل له استريفيكيشن مع الجليسرول. على طول هعمل له استريفيكيشن مع الجليسرول. فكون ما حصلوش استريفيكيشن ولسه على هيئه لونج تشين اس ال كو اي، يبقى انا عندي فاتي اسيد زياده، يبقى انا اوقف بناء الفاتي اسيد. واضح الكلام؟ طيب فاضل بقى تفصيلات الكوفيلنت والالوستريك موديفيكيشن. الاسيتيل كو اي كربوكسيليز زي كثير بالانزيمز موجود ان تو فورمز، فوسفوريليتد فورم ودي فوسفوريليتد فورم. مين يا ترى الاكتيف فورم؟ الفوسفوريليتد ولا الدي فوسفوريليتد؟ الدي فوسفوريليتد. وده يتبع القاعده العامه اللي انا قلتها، ان الانابوليك انزيمز الدي فوسفوريليتد هو الاكتيف.
الكاتابوليك انزيمز الفوسفوليتهولات. قلنا في اكسبشن لدي في الجلايكوليسيس، في الجلايكوليسيس الفوسفوفركتوز فوسفوفركتوكينيز 1 ده واحد، والبايروفيت كينيز ده 2، والبايروفيت دي هيدروجينيز. دول صحيح بيشتغلوا في الكاتابوليزم، ولكن الدي فوسفوريليتد فورم هو الاكتف فورم. اذروايز القاعده العامه تمشي، كل الانزيمز بتاعت البناء يبقى الدي فوسفوريليتد هو الاكتف، وبتاعت التكسير الفوسفوريليتد هو الاكتف. طب ازاي نفسر ان الثلاثه دول بالذات اللي هم في نهايه الجلايكوليسيس لا يخضعوا للقاعده العامه؟ لان اكشولي الجلايكوليسيس صحيح بتكسر، ولكن استعدادا للبناء، مش كده ولا ايه؟ لان احنا بعد ما كسر انا الجلوكوز مش حبني منه فاتي اسيد؟ فهو صحيح تكسير ولكنه استعدادا للبناء، يعني كاننا برضو ما شزناش عن القاعده. اوكي؟ طيب نرجع تاني للاسيتيل كو اي كاربوكسيليز، اتفقنا ده بتاع بناء، وبالتالي الدي فوسفوريليتد فورم هو الاكتف فورم، والفوسفوريليتد هو البي فورم اللي هو انكتف فورم. طبعا قاعده عامه الاكتف فورم بنسميه ايه والانكتف فورم بنسميه بي، بصرف النظر بقى هو فوسفوريليتد ولا لا. طيب ازاي بقى الايه يتحول لبي؟ ازاي نعمل فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن؟ الفوسفوريليشن هنا بيتم عن طريق انزيم اول مره يمكن نسمع عنه، اللي هو AMP Activated Protein Kinase. ما سمعناش عن الاسم ده قبل كده. لان ده دلوقتي يعتمد على AMP في الاكشن بتاعه. AMP Activated Protein Kinase. يعني هو بروتين كينيز بس مش العادي، لا، اللي بيبقى Activated by AMP. AMP Activated Protein Kinase، وبنختصرها AMPK. AMP Activated Protein Kinase بنختصره إلى AMPK. ده بيعمل فوسفوريليشن للإنزيم اللي هو أسيتيل كو اي كاربوكسيليز فيصبح inactive. طبعا بيستعمل ATP كسورس أوف فوسفيت، والـ ATP يتحول لـ ADP، وقلنا ده Activated by AMP. Activated by AMP. إيه السيجنفيكانس بتاع إن ده يبقى Activated by AMP؟ خدوا بالكم هو ان اكتيفيتد باي اي ام بي معناها الانزيم ويل بيكام ايه؟ ان اكتف، مش كده؟ يعني الاي ام بي ويل اكتيفيت ذا كينيز انزيم، وبالتالي الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز بيكامز ايه؟ ان اكتف. يعني الاي ام بي ان اكتيفيتس اسيتيل كو اي كاربوكسيليز. ايه السيجنفيكانس بتاع دي يا ترى؟ اي ام بي معناها الانرجي ناقص في السيل، فمش ممكن يبقى الانرجي ناقص وانا عمال ابني، ما ينفعش، انا عاوز اكسر مش ابني، عاوز اكسر تو جيت انرجي. اوكي؟ طيب الـ AMP Activated Protein Kinase ده مين اللي بينشطه؟ Another enzyme اسمه AMP Activated Kinase Kinase AMPKK. احنا اختصرنا الـ AMP Activated Protein Kinase لـ AMPK. طب في كاينيز بينشطه فبيسميه AMPKK. طب مين اللي نشط الـ AMPKK؟ في هنا اختلاف. يعني ممكن نختصره ان هو السايكليك AMP هو اللي بينشطه. هل بقى السايكليك AMP مباشرة اللي بينشط AMPKK؟ ولا عن طريق انه ينشط الأول بروتين كينيز وبعدين البروتين كينيز هو اللي ينشط الـ AMPKK؟ الله أعلم. المهم في النهاية ان السايكليك AMP هيزود نشاط الـ AMPKK، يزود نشاط الـ AMPK، يعمل inactivation للإنزيم. طب السايكليك AMP ده مين اللي بيزوده؟ الإبينفرين والجلوكاجون. ومين اللي بينقص السايكليك AMP؟ الإنسولين. أوكي؟ إذن الإبينفرين والجلوكاجون بينشطوا الـ AMPKK عن طريق زيادة إنتاج السايكليك AMP زي ما قلنا زمان. ده ينشط AMPK، ده يعمل inactivation of acetyl CoA carboxylase. الانسولين بالعكس زي ما قلنا عن طريق الفوسفودايستريز بيكسر الcyclic AMP. يبقى بيقلل نشاط الـ AMPKK، يقلل نشاط الـ AMPK،
يبقى يخلي الانزيم يظل في الدي فوسفوريليتد اكتيف فورم. اوكي؟ مش كده وبس، امال ايه كمان؟ زي ما قلنا زمان في البروتين فوسفاتيز بتاع زمان، برضه بيشتغل هنا. البروتين فوسفاتيز هو اللي بيشيل فوسفيت من الاسيتيل كو اي كربوكسيليز فيرجعه من ان اكتيف فورم الى اكتيف فورم. البروتين فوسفاتيز زي ما قلنا زمان مين بينشطه؟ الانسولين. ومين بيقلل نشاطه؟ السايكليك ام بي. هل الاكشن هنا على البروتين فوسفاتيز بيكمل الاكشن على الاي ام بي كي ولا ضده؟ طبعا بيكمله، لازم يكون بيكمله، مش ممكن ضده. مش كده ولا ايه؟ يعني الانسولين بيعمل ايه في الاي ام بي كي؟ بيقلل نشاطه. وفي المقابل بيزود نشاط الفوسفاتيز، والاثنين بيؤدوا الى شيء واحد، الانزيم ريمينز ان ذا اكتيف دي فوسفوريليتد فورم. والعكس بالعكس، السايكليك ام بي والابينفرين والجلوكاجون دول بيعملوا ايه؟ بيزودوا نشاط الاي ام بي كي، وفي نفس الوقت بيقللوا نشاط الفوسفاتيز، والاكشن كده بيكمل بعضه. هما الاثنين بيخلوا الانزيم ايه؟ ان ذا فوسفوريليتد ان اكتيف فورم. واضح الكلام؟ عرفنا الكوفيلنت موديفيكيشن. ليه تاني بنسميها كوفيلنت موديفيكيشن؟ عشان الفوسفوريليشن بيبقى باي كوفيلنت بوند. انا بشبك الفوسفيت باي كوفيلنت بوند. طب بتشبك فين الفوسفيت يا ولاد؟ على الاو اتش بالظبط كده، استريفايد، يبقى لازم مع او اتش بتاع السيرين او ثريونين زي ما قلنا زمان. اوكي؟ طيب الالوستيريك موديفيكيشن بقى يشمل ان السيتريت بتزود نشاط الاسيتيل كو اي كربوكسيليز، واللونج تشين اس ال كو اي بيوقف نشاط الاسيتيل كو اي كربوكسيليز، والاثنين بيشتغلوا باي الالوستيريك موديفيكيشن. هو في الواقع السيتريت بتعمل بوليمرايزيشن للانزيم وبتخليه مور اكتف، اللونج تشين اس ال كو اي بالعكس تعمل دي بوليمرايزيشن للانزيم وتخليه ليس اكتف، وده باي الوستيريك اكشن. اوكي؟ يبقى كده عرفنا الكوفيلنت موديفيكيشن والالوستيريك موديفيكيشن. في النهايه لازم نعرف ايه تاثير الفيدنج والفاستنج، مش كده؟ ده اللي لازم نوصل له في الاخر. كل التفصيلات دي بنقولها ليه؟ عشان نوصل ايه الفيدنج يعمل ايه والفاستنج يعمل ايه. طبعا الفيدنج نتوقع انه لازم يزود الليكوجينيسيس، يعني يزود الفاتي اسيد سينثيسيس. ازاي؟ بانه بيزود الانسولين، وكمان ما تنساش بتزود السيتريت، لان الانسولين لما بيزيد وانا عندي جلوكوز كتير الجلوكوز يتكسر ويديني بايروفيت تخش الميتوكوندريا وتطلع سيتريت كتير، يبقى عندي سيتريت كتير وانسولين كتير. واحنا نعرف بقى الانسولين ايه اثره، ايه اثر الانسولين؟ انديوسر للانزيمز الاثنين الفاتي اسيد سينتيز والاسيتيل كو اي كربوكسيليز، وكمان باي كوفيلنت موديفيكيشن يعمل دي فوسفوريليشن اند اكتيفيشن. تفصيلات بقى قلناها خلاص. اوكي؟ وفي نفس الوقت يقل الجلوكاجون طبعا مع الفيدنج ويقل الابينفرين، ومع الفيدنج كمان يقل الاي ام بي اللي هو انهبيتور زي ما قلنا. الفاستنج بقى يعمل العكس، يقل الانسولين ويقل السيتريت، لان السبستريت هيقل، الجلوكوز اللي انا باكله قليل مفيش جلوكوز، يزيد الجلوكاجون والابينفرين ويزيد الاي ام بي مع البرولونجد فاستنج، وكل دول يقللوا نشاط الاسيتيل كو اي كربوكسيليز، وبالتالي البناء الفاتي اسيد. ده في النهايه تاثير الفيدنج والفاستنج. حد عنده سؤال في الريجوليشن يا ولاد؟ الريجوليشن عموما طبعا مهمه جدا زي ما انتم عارفين. No questions؟ لا طبعا مش شرط. مش شرط اي فوسفاتيز يتاثر بالسايكليك ام بي. البروتين فوسفاتيز 1 وده واحد محدد ومعروف هو ده اللي بيتاثر. طيب يبقى كده خلصنا المرحله الثانيه والاكثر اهميه في اللايبوجينيسيس. ما ننساش احنا قلنا في ثلاث مراحل، مرحله بناء الجليسرول
ودي يعني تقريبا لا تعتبر من اللايبو ليبس تقريبا. المرحلة الثانية كانت بناء الفاتي أسيد اللي احنا قلناها بقى بالتفصيل كيف نبني فاتي أسيد وكيف ننظم بناء الفاتي أسيد. المرحلة الثالثة اتحاد الجليسرول مع الفاتي أسيد عشان يعمل تراي أسيل جليسرول. طب ليه ما نخليش ما نخزنش الفات على هيئة فاتي أسيد؟ إيه رأيكم؟ ما نخليه فاتي أسيد وخلاص؟ ما ينفعش. ما ينفعش يبقى فاتي أسيد وخلاص. لازم نشبكه في جليسرول ليه؟ عشان نقفل السكة على الكربوكسيل جروب بتاعته. مش عاوزين أسيد يتخزن جوه الخلية. فلازم نشبك الكربوكسيل جروب بتاعة الفاتي أسيد مع الجليسرول علشان نشيل اثر الكربوكسيل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب جليسرول 3 فوسفيت. اوكي؟ ده يجي منين الجليسرول 3 فوسفيت؟ قلنا قبل كده يجي من الداي هيدروكسي استون فوسفيت اللي هو جاي منين؟ من الجلايكولز يعني من الكربوهيدرات. نفس الكربوهيدرات اللي بتسبلاي فاتي اسيدز بتسبلاي كمان جليسرول. على هيئة جليسرول 3 فوسفيت. اوكي؟ ده نعمل فيه ايه بقى؟ نجيب الفاتي اسيد بتاعي ونعمل له اكتيفيشن اسيل كو اي وبعدين ننقل الاسيل راديكال من كو انزيم اي يتفضل فري كو انزيم اي والاسيل راديكال ننقله الى كربون نمبر 1 اوف جليسرول يبقى عملنا كده مونو اسيل جليسرول فوسفيت. 1 اسيل جليسرول 3 فوسفيت. لان الاسيل راديكال شبك في نمره واحد يبقى 1 اسيل جليسرول 3 فوسفيت. وبعدين نشبك انذر فاتي اسيد في بوزيشن 2 باي ان اسيل ترانسفيريز. طبعا اللي فات برضو مين اللي بينقل الفاتي اسيد من اسيل كو اي الى جليسرول 3 فوسفيت؟ يبقى جليسرول 3 فوسفيت اسيل ترانسفيريز لانه بينقل اسيل راديكال من اسيل كو اي للجليسرول 3 فوسفيت. يبقى جليسرول 3 فوسفيت اسيل ترانسفيريز. عملنا 1 اسيل جليسرول 3 فوسفيت ننقل له كمان فاتي اسيد. يبقى مين السبستريت؟ 1 اسيل جليسرول 3 فوسفيت ونزود عليها اسيل ترانسفيريز. يبقى نقلنا ثاني فاتي اسيد في بوزيشن 2. والناتج دلوقتي اصبح ايه بقى؟ اصبح فوسفاتيديك اسيد. اصبح فوسفاتيديك اسيد. طب نعمل ايه بعد كده في الفوسفاتيديك اسيد؟ نشيل منه الفوسفيت عشان نفضي البوزيشن نمره 3. زي ما قلنا قبل كده احنا ما يفضلش نخزن الفاتي اسيدز على هيئه فوسفوليبيد. ده فوسفوليبيد. لا لازم نشيل الفوسفيت لان الفوسفوليبيدز رياكتيف جدا. لا لازم نشيل الفوسفيت ونحط بدلها كمان فاتي اسيد. طب نشيل الفوسفيت بايه؟ بفوسفاتيز انزيم فوسفاتيديز فوسفاتيز او فوسفوهيدروليز ممكن كده او كده. فوسفاتيز على طول معناها فوسفو هيدروليز. كلمة فوسفاتيز بقول تاني معناها ايه؟ معناها بيكسر بيشيل الفوسفيت من فوسفيت استر. فممكن اسميه فوسفو هيدروليز او فوسفاتيز. وبيشتغل مين على الفوسفاتيديك اسيد؟ يبقى فوسفاتيديز فوسفاتيز. شلنا الفوسفيت بقى من نمرة 3 بقت 3 فاضية. وبقى فضل عندي 1 2 داي اسيل جليسرول. نجيب انزيم برضو اسمه اسيل ترانسفيريز على ال 1 2 داي اسيل جليسرول يبقى 1 2 داي اسيل جليسرول اسيل ترانسفيريز ينقل الثيرد فاتي اسيد لبوزيشن نمره 3 يبقى كده عملنا تراي اسيل جليسرول. حد عنده سؤال في العمليه الاخيره اللي هي بناء التراي اسيل جليسرول من فاتي اسيد بس لازم اكتيفيت طبعا اسيل كو اي مع جليسرول 3 فوسفيت. انت عندك رياكتيف جروب في وسطه انا عاوز اخزنه ده ما اقدرش اخزنه مع بعضه وفي نيجاتيف تشارج جروب انا عاوزه يبقى هايلي هيدروفوبيك. هايلي هيدروفوبيك يعني حتى الفاتي اسيد لوحده ما هوش هايلي هيدروفوبيك. ليه؟ لان في كربوكسيل جروب مش كده؟ انما بعد ما شبكته في الجليسرول بقى هيدروفوبيك خالص. ما هو ما كونه مش هيدروفوبيك معناه هيعمل لي اسيديتي داخل الخليه انما كمان كله مش هيدروفوبيك كفايه مش هيمسك مع بعضه كويس.
انا عاوزه كله يتلم على بعضه في اصغر مكان ممكن بعيدا عن الماء. بعيدا عن الماء ليه؟ عشان ما نحوش معاه ميه. عشان ما نحوش معاه ميه. لازم ضروري، ما ينفعش جليسرول نفسه، لازم تبتدي بجليسرول 3 فوسفيت. ما عنديش انزيم يشتغل على الجليسرول نفسه، الانزيم متخصص في الجليسرول 3 فوسفيت. اوكي، لازم ابتدي بجليسرول 3 فوسفيت. عشان كده لو كنا فاكرين في الاديبوس تيشو الجليسرول اللي بيطلع من اللايبوليسيس لازم يطلع بره الفاتسل، خلاص ملوش استعمال. لو كنت اقدر احوله الى جليسرول 3 فوسفيت كنت خليته جوه الفات سيل واعدت استعماله لبناء ترائس الجليسرول، مش كده؟ لازم يستعمل على هيئه جليسرول 3 فوسفيت، ما ينفعش جليسرول نفسه. حد عنده سؤال تاني في العمليه الاخيره؟ العمليه الاخيره دي طبعا تعتبر استريفيكيشن اوف فاتي اسيد وذ جليسرول تو فورم تراي اسيليز. العملية الأولى زي ما اتفقنا اسمها بناء الجليسرول، جليسرول سينثيسيس، ولازم يبقى على هيئة جليسرول 3 فوسفيت. العملية الثانية اللي هي بناء الفاتي أسيد، ودي بقى اللي قلناها بالتفصيل. وبعدين العملية الأخيرة استريفيكيشن أوف فاتي أسيد وذ جليسرول علشان نعمل تراي أسيليز. يبقى كده تمت عملية اللايبوجينيسيس. اوكي؟ اتفضل يا لا علي صوتك شوية أنا مش قادر أسمعك كويس. كونستنت فاتي أسيد؟ ذا سيم فاتي أسيد؟ قصدك؟ لا ممكن يبقوا ديفرنت فاتي أسيد. يعني ممكن واحد بالميتك، واحد استيارك، واحد أوليك. أوكي؟ عادة اللي في الوسط بيكون أن ساتيوريتد يعني. عادة الفاتي أسيد اللي في الوسط بيكون أن ساتيوريتد. وعادة نمرة واحد بيكون ساتيوريتد. وعادة نمرة ثلاثة يا إما ساتوريتد يا إما أن ساتوريتد. لا مفيش كونتينوس تشينج. بعد ما بنيت خلاص هيفضل زي ما هو كده. أنا بنيت التراي اسيل جليسرول يفضل زي ما هو لغاية ما نعمل له لايبوليسيس، لغاية ما نكسره ونفك منه الفاتي أسيد لوحده والجليسرول لوحده. أيوه. ازاي ايه يا ابني؟ في الاديبوس تيشو ماله؟ اوكي، احنا قلنا اللايبوجينيسيس بيحصل في ثلاث اماكن، ودي بتختلف من انيمال لانيمال ومن الانيمالز للهيومنز. ثلاث اماكن رئيسيه، ممكن في غيرها بس الثلاث اماكن الرئيسيه اللي فيها ليبوليسيس سوري لايبوجينيسيس بكميات كبيره تشمل الليفر وتشمل الاديبوس تيشو وتشمل اللاكتيتنج ماماري جلاند. كويس؟ بالنسبة للهيومنز بالذات الليفر هي الأكثر في اللايبوجينيس. أكثر من الأديبوس تيشو. طيب هل بعد كده هخزن الفات في الليفر؟ لا، هخرجه من الليفر وده هنقوله بعدين بالتفصيل. لازم أخرجه من الليفر وأوديه الأديبوس تيشو يتخزن هناك برضه. بس هنقله كما هو بقى. أنا خلاص بنيته كتراي أسيد جليسرول في الليفر، كما هو هيتنقل إلى الأديبوس تيشو ويتخزن هناك كما هو. اوكي؟ كده جاوبت على سؤالك؟ اصلا انا فاكر ان ما فيش جليسرول كاينيز اصلا، ازاي هعمل ازاي هعمل اخر ستاف اللي هو الاديبوس. انت قصدك بالنسبه للاديبوس تيشو؟ اوكي، ما فيش جليسرول كاينيز، بس احنا موستلي الجليسرول بنجيبه منين؟ من الجلوكوز يا ابني، من الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، من الجلايكوليسيس، مش من الجليسرول. لا لا، وحتى الجليسرول نفسه نجيبه منين؟ ما احنا مالناش مصدر للجليسرول الا اذا كان جليسرول قديم فك قبل كده، كان موجود في ترائس الجليسرول وفك. اوكي، انما اساسا الجليسرول انا بعمل جليسرول جديد من ايه؟ من الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اللي جاي منين؟ من الجلايكوليس. اوكي، ده اللي بيحصل في الاديبوس تيشو وفي الليبر كذلك. سؤال تاني؟ اوكي.
يبقى كده خلصنا اللايكوجينيسيس. عمليه شبيهه جدا ميتابوليزم اوف فوسفوليبيدز اند جلايكوليبيدز، فدي اللي هنتكلم فيها دلوقتي. هنتكلم عن الميتابوليزم اوف فوسفوليبيدز اند جلايكوليبيدز. قبل ما نتكلم عليها نفتكر اللي خدناه السنه اللي فاتت. الفوسفوليبيدز قسمناهم الى نوعين، نوع فيه جليسرول ونوع ما فيهوش. النوع اللي فيه جليسرول اسمه فوسفوجليسرايدز او جليستروفوسفوليبيدز. الجليستروفوسفوليبيدز هم الفوسفوجليسرايدز، دول النوع اللي فيهم جليسترول، وعشان كده حطينا اسم جليسترول في السكه، فوسفوجليسرايدز او جليستروفوسفوليبيدز. النوع الثاني من الفوسفوليبيد ما فيهوش جليسترول، اللي هو مين؟ واحد ما فيش غيره، سفينجومايلين، بس اونلي سفينجومايلين. كويس، دول الفوسفوليبيدز. طب والجلايكوليبيدز؟ الجلايكوليبيدز في منهم انواع، في السيريبروسايدز وفي السالفوليبيدز وفي الجانجليوسايدز. في كمان نوع رابع في الواقع بس يعني انتم مش عليكم قوي، اسمه جلوبوسايدز. اوكي، ايه اللي يتميز بيه السيريبروسايدز والسالفوليبيدز؟ فيهم 1 شوجر راديكال فقط، يعني ده ليبيد فيه 1 شوجر، يا اما جلوكوز يا اما جالاكتوز. اوكي، دول السيريبروسايدز وايه والسالفوليبيد، اونلي 1 شوجر. اللي فيهم مور ذان 1 شوجر هم الجلوبوسايدز اللي احنا قلنا مش علينا قوي يعني، والجانجليوسايدز. الجانجليوسايدز يتميزوا عن الجلوبوسايدز بايه؟ بان فيهم NaNA، ان اسيتيل يورامينيك اسيد. ده كده باختصار اللي خدناه السنه اللي فاتت عن الفوسفو والجلايكوليبيدز. كل الجلايكوليبيدز فيهم سفينجوسين، وفي نوع واحد من الفوسفوليبيد فيه سفينجوسين اللي هو السفينجومايلين. اذا السفينجومايلين من الفوسفوليبيدز، زائد كل الجلايكوليبيدز ممكن نسميهم مع بعض ايه؟ سفينجوليبيدز. يبقى السفينجوليبيدز تشمل ايه؟ كل الجلايكوليبيدز بانواعهم المختلفه، سيريبروسايد، سالفوليبيد، جانجليوسايد، جلوبوسايد، وكذلك السفينجومايلين. دول هم السفينجوليبيدز. اوكي، اللي فاضل ايه؟ الجليستروفوسفوليبيدز اللي فيهم جليسترول وما فيهمش سفينجوسين. واضح الكلام بتاعنا؟ ادي الفوسفوليبيد اهو نوعين، فوسفوجليسرايد وسفينجومايلين. ادي الجلايكوليبيدز اللي علينا منهم ثلاثة، سيريبروسايد، سالفوليبيد، جانجليوسايد. كل الجلايكوليبيدز زائد السفينجومايلين اسمهم مع بعض سفينجوليبيدز. اوكي؟ طيب، ايه أهميتهم في الأكل يا ترى؟ أولا موجودين فين بكثرة؟ الفوسفوليبيد والجلايكوليبيد في البرين أكثر حاجة، كمان في الإيج يوك صفار البيض، وفي الليفر وفي الكدني. اوكي؟ صفار البيض يا اولاد فيه فوسفوليبيدز كتير، وده السبب ان احنا بنستعمل صفار البيض في عمل المايونيز. تعرفوا تعملوا مايونيز ولا لا؟ ها؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ ما تعرفوش. الولاد لما ما يعرفوش ما تعرفش حاجه، بس البنات لازم يعرفوا، مش كده ولا ايه؟ بنعمله بصفار البيض. ليش معنى صفار البيض؟ عشان فيه فوسفوليبيد كتير، وده بيساعد على الايمالسيفيكيشن، لان في الواقع عمل المايونيز ما هو الا ايمالسيفيكيشن اوف اويل. احنا الاول بنضرب صفار البيض مش كده، بعدين نحط عليه زيت ونظل نضرب لغايه ما يتقل. ايه اللي بيخليه يتقل؟ عمليه الايمالسيفيكيشن. مين اللي بيساعد الايمالسيفيكيشن؟ الفوسفوليبيد الموجود. اوكي، بعد كده بقى بنزود ملح وليمون ده بس عشان التيست يعني، انما اساس في ايمالسيفيكيشن باي فوسفوليبيدز اللي جايه من صفار البيض. اوكي، طيب موجود كمان في الليفر بكثره، هنعرف بعدين ليه، لان الليفر له رول كبير في الميتابوليزم اوف فوسفوليبيدز، وكذلك في الكدني، لان الاثنين دول هايلي سيلولر، والسيلز عموما فيها فوسفوليبيد كتير عشان السيل ممبرينز. اوكي،
الفوسفوليبيدز والجلايكوليبيدز كان بي سينثيسايز ان ذا بودي، ممكن نصنعها بس بشرط وجود الاسينشال فاتي اسيدز لانهم مهمين جدا في بوزيشن 2 اوف فوسفوليبيد زي ما احنا عارفين. برضه بشرط وجود الكولين. طبعا الاسينشال فاتي اسيدز دول لازم يجوا من الاكل، ما لهمش سكه ثانيه. انما الكولين ممكن نصنعه في جسمنا وممكن يجي من الاكل، ممكن كده وممكن كده. انوسيتول برضه لازم يجي من الاكل. دول مهمين جدا عشان بناء الفوسفوليبيدز والى حد ما الجلايكوليبيدز. ده مختصر كده تركيب الفوسفوليبيدز اللي فيهم جليسرول، اللهم صل على فوسفوجليسرول. ادي الجليسرول اهو اللي موجود بالاسود، وبعدين ادي تو فاتي اسيدز R1CO R2CO، تو فاتي اسيدز زي ما اتفقنا عاده ان في الوسط ده بيكون ايه؟ unsaturated، وعاده كمان يكون واحد من الاسينشال فاتي اسيدز، اوكي، او مشتق منه زي الاراكيدونيك اسيد. ونمره واحد عاده ساتوريتد زي ما قلنا، وبعدين نمره ثلاثه شبك فيها فوسفيت، وبعدين الفوسفيت استريفايد مع واحد من ميني الكهولز. كل ده خدناه السنه اللي فاتت طبعا، بس يهمنا برضو السنه دي. مين الميني الكهولز دول؟ السيرين والايثانولامين والكولين والانوسيتول والجليسرول، كل دول الكهولز كلهم فيهم او اتش جروب، هنشيل منها اتش وصاد او اتش من الفوسفيت ونشبكهم مع بعض. اوكي؟ ايه العلاقه بقى بين الكولين والايثانولامين والسيرين؟ لهم علاقه وثيقه. السيرين طبعا واحد من الايه؟ فاكرين؟ واحد من النون اسينشال امينو اسيدز. السيرين كان واحد من النون اسينشال امينو اسيدز. اوكي؟ يتميز ان فيه هيدروكسيل جروب، عشان كده استعملناه هنا وعملنا له استريفيكيشن مع الفوسفيت. السيرين لو نعمل له دي كربوكسيليشن، لو نشيل منه سي او 2 اللي فوق دي، ما هو ده السيرين، دي الكربوكسيل جروب، وادي الالفا كاربون، وادي الامينو جروب اللي شابكه في الالفا كاربون، والكربوكسيل جروب برضه شابكه في الالفا كاربون، وبعدين شابك فيها الار راديكال سي اتش 2 او اتش، ده السيرين. لو نشيل الكربوكسيل جروب من السيرين يتفضل لي ايثانولامين. يتفضل ايثانولامين. اوكي؟ طيب لو الايثانولامين نضيف عليه 3 ميثيل جروبس على النيتروجين بتاعه، 3 ميثيل جروبس يطلع لي الكولين. ادي العلاقه بين الثلاثه، والعلاقه دي مهمه جدا لان دلوقتي هتفيدنا اما نتكلم عن ازاي نبني الفوسفوليبيدز. اوكي؟ ايثانولامين يجي من الديكربوكسيليشن اوف سيرين، الكولين يجي من الايثانولامين باي ترانز ميثيليشن. عاوزين 3 ميثيل جروبس. يجوا منين تفتكروا؟ من الاكتيف ميثايونين اللي هو اس ادينوسيل ميثايونين. اوكي؟ طيب الانوسيتول بقى ده شكله مختلف خالص، وده لازم يجي من الاكل زي ما قلنا. انما الكولين هو واضح ان ممكن اصنعه في جسمي، مش كده؟ ممكن اصنع الكولين في جسمي، بس على شرط ان يبقى عندي ميثايونين كفايه، لان السيرين نون اسينشال فخلاص سهل وجوده. نعمل له ديكربوكسيليشن مفيش مشكله، نعمل ايثانولامين. انما عشان نديله 3 ميثيل جروبس عاوزين مين؟ ميثايونين اللي هو واحد من الايه؟ اسينشال امينو اسيدز. اوكي؟ يبقى عشان ابني كولين يلزمني ميثايونين ضروري in the form of active ميثايونين. والانوسيتول بقول لازم يجي من الاكل. طبعا الجليسرول سهل جدا تصنيعه في الجسم. خلاص عرفنا الانواع المختلفه. طبعا اما اشبك سيرين مع خدوا بالكم دول لوحدهم كده فوسفاتيدك اسيد اللي هو جليسرول اللي هو تو فاتي اسيد وفوسفيت. فدول كده فوسفاتيدك اسيد مع سيرين يبقى اسمه ايه؟ فوسفاتيدل سيرين. طيب فوسفاتيدك اسيد مع ايثانولامين يبقى ايه؟ فوسفاتيدل ايثانولامين. بس ما ننساش ده اسمه كمان سيفالين او كيفالين. طيب فوسفاتيديك اسيد مع كولين يبقى اسمه ايه؟ فوسفاتيدل كولين، بس برضو اسمه كمان لافيسن. لافيسن. اوكي؟ اوكي، فوسفاتيديك اسيد مع انوسيتول يبقى اسمه فوسفاتيدل انوسيتول، اسمه كمان ليبوسيتول. فوسفاتيدل انوسيتول او ليبوسيتول. اوكي؟
فوسفاتيديك اسيد مع جليسرول يبقى اسمه فوسفاتيدل جليسرول. دول كلهم جليسرو فوسفوليت. طيب ازاي بقى نبنيهم؟ ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، ازاي نبني كل واحد من دول. الفوسفاتيدل ايثانولامين وكولين الاثنين بيتبنوا بطريقه واحده. ازاي؟ بنعمل اكتيفيشن الاول للكولين او الايثانولامين. وازاي نعمل اكتيفيشن؟ الاول نضيف عليه فوسفيت وبعدين نحوله الى سي دي بي ديريفاتيف. هنقول التفصيل حالا. هنقول التفصيل حالا. اوكي؟ الاول الكولين او الايثانولامين نعمل له ايه؟ فوسفوريليشن وبعدين نحوله الى سي دي بي ديريفاتيف. يعني ايه سي دي بي؟ يعني سايتيدين داي فوسفيت. يعني هحول الكولين في الاخر الى سايتيدين داي فوسفيت كولين. الايثانولامين الى ايه؟ سايتيدين داي فوسفيت ايثانولامين. وبعدين ناخد من دول الفوسفيت مع الكولين او الفوسفيت مع الايثانولامين ونشبكه في داي اسيل جليسرول. بس خلاص يبقى كده بنينا. اوكي؟ يعني هناخد بعد كده الايثانولامين مع الفوسفيت من السي دي بي ايثانولامين او الكولين مع الفوسفيت من السي دي بي كولين. ناخدهم ونشبكهم في مين بقى؟ في داي اسيل جليسرول. يبقى كده بنينا الفوسفاتيدل ايثانولامين والفوسفاتيدل كولين. انما الانوسيتول بقى فوسفاتيدل انوسيتول يعني بنعمله بطريقه ثانيه. بنبتدي بالفوسفاتيديك اسيد ونعمل له هو اكتيفيشن الى سي دي بي ديريفاتيف. يبقى سي دي بي داي اسيل جليسرول. وبعدين ده هنعمل فيه ايه؟ هنشيل منه سي ام بي ونحط بداله الانوسيتول. نشوف كده مع بعض ازاي يحصل الكلام ده. بالتفصيل بقى. ادي الكولين بتاعي، مش مهم الفورميلا بقى. ها؟ فورميلا كده الاول عشان نفهم بس ايه اللي حصل. هنبتدي بالكولين، قلنا الاول نشبك فيه فوسفيت. نجيبها منين؟ من الـ ATP بالكولين كاينيز. زي ما اتفقنا الكاينيز بيعمل ايه؟ بياخد فوسفيت من الـ ATP ونديها لمركب اخر. أو حاجة شبيهة بالـ ATP، ممكن حاجة تانية مش الـ ATP نفسه. فهنا كولين كاينيز هياخد فوسفيت من الـ ATP يديها للكولين يعمل فوسفوكولين. وبعدين قلنا الفوسفوكولين ننشطه بأنه يتفاعل مع CTP عشان يعمل CDP كولين. إيه اللي بيحصل هنا يا ولاد؟ بصوا مع بعض. الـ CTP عبارة عن إيه؟ عبارة عن سايتيدين وأدي 3 فوسفيت. طبعا ايه هو السيتيدين لو كنا فاكرين؟ سيتوزين ورايبوز. بس سيتوزين ورايبوز يبقى اسمه سيتيدين. هناخد الكلام ده ثاني السنه دي، خدوا بالكم. سيتيدين. سيتيدين وشابك فيها 3 فوسفيت يبقى سي تي بي، سيتيدين تراي فوسفيت. اوكي؟ السيتيدين تراي فوسفيت هيتفاعل مع الفوسفوكولين. هنعمل ايه في الرياكشن ده يا ترى؟ هنعمل ايه في الرياكشن ده؟ هنجيب الجزء ده لوحده اللي هو سي ام بي سايتيدين فوسفيت ونشبك الفوسفيت بتاعته في الفوسفيت بتاعت الكولين. اهو ادي الكولين وادي الفوسفيت بتاعته. خدوا بالكم الكولين الفوسفيت بتاعته بالازرق اهو. اوكي؟ وادي السي تي بي فيه 3 فوسفيت، 2 انا راسمهم بالازرق واحده بالاسود. اللي بالاسود هي اللي هتفضل. ادي السايتيدين وادي الفوسفيت اللي فضلت شبكت مع الفوسفيت بتاعت الكولين وشلنا ايه بقى من السي تي بي؟ بايروفوسفيت. بالظبط كده. بايروفوسفيت. ودي زي ما اتفقنا زمان بسرعه بتتكسر الى 2 فوسفيت فبتخلي الرياكشن ايريفرسبل. بتخلي الرياكشن ايريفرسبل. اوكي؟ طيب مين بقى احنا في الرياكشن ده عملنا ايه؟ نقلنا سايتيدين وفوسفيت الى الكولين فوسفيت، مش كده؟ السايتيدين فوسفيت دي نسميها ايه؟ دي سي ام بي او سايتيدل راديكال. سايتيدين مونوفوسفيت او سايتيدل راديكال هنقله الى الكولين فوسفيت. اوكي؟ فاذا الانزيم هنسميه ايه؟ سايتيدل ترانسفيريز.
ليه بقول تاني بنسميه سايتيدل ترانسفيريز؟ لانه بينقل ايه؟ سايتيدل راديكال اللي هو ايه؟ اللي هو سي ام تي اللي هو سايتيدين مونوفوسفيت. ده اسمه سايتيديليك اسيد والراديكال بتاعه يبقى اسمه سايتيدل راديكال. فبننقل هذا السايتيدل راديكال اللي هو سايتيديليك اسيد اللي هو سي ام بي الى الكولين فوسفيت. ادي الكولين فوسفيت وادي السايتيدل راديكال وادي اللي فضل من السي تي بي اللي هو بايروفوسفيت وقلنا بتتكسر. انا بنقلهم لمين؟ للفوسفوكولين. يبقى فوسفوكولين سايتيدل ترانسفيريز ده اسم الانزيم ويعمل لي سي دي بي كولين. الناتج اصبح سي دي بي ليه؟ لان الكولين من الاول فيه فوسفيت والسايتيدل راديكال فيه فوسفيت بقى فيه 2 فوسفيت بقى السايتيدين داي فوسفيت كولين. اوكي؟ ده ازاي انشط الكولين وزيه الايثانولامين بالظبط. بس هناك بقى هنستعمل انزيم تاني بدل كولين كاينيز يبقى ايه؟ ايثانولامين كاينيز. بدل فوسفوكولين سايتيدل ترانسفيريز يبقى فوسفو ايثانولامين سايتيدل ترانسفيريز والناتج يبقى سي دي بي ايثانولامين. طيب وبعدين نعمل ايه بعد كده؟ ناخد من هذا السي دي بي كولين الكولين والفوسفيت وننقلهم لمين؟ لا داي اسيل جليسرول. يعني هبني داي اسيل جليسرول واحنا عرفنا قبل كده نبنيه ازاي. احنا لسه قايلينها في اللايكوجينيسيس. في اللايكوجينيسيس احنا في السكه بنينا 1 2 داي اسيل جليسرول مش كده؟ فده هنبنيه بالطريقه السابقه 1 2 داي اسيل جليسرول. وبعدين الاو اتش بتاعت نمره 3 هشبك فيها الفوسفيت بتاعت الكولين يبقى شبكت كده كولين وفوسفيت في الجليسرول مع تو فاتي اسيد اصبح فوسفاتايد الكولين اللي هو لافسن. ولو ابتديت بايثانولامين زي ما قلنا هنا يبقى ده سيفالين او كفالين. كفالين او سيفالين الاثنين صح. حد عنده سؤال يا اولاد في اللي فات لغايه دلوقتي؟ انا شرحته بالتفصيل عشان تفهموا ايه اللي حصل خطوه خطوه. ها؟ ومين راح فين؟ ها؟ هل السيرين معانا برضه في نفس الخطوه؟ لا. لسه هنقول السيرين ازاي. دي طريقه بناء الفوسفاتايد الكولين اللي هو لافسن او فوسفاتايد الايثانولامين اللي هو سيفالين او كده. اوكي؟ السيرين لا حاجه ثانيه لسه هنقولها. خلاص استوعبنا دي؟ طيب نشوف بقى نعمل ايه بعد كده. الفوسفاتايد الكولين ده ممكن نعمله من الفوسفاتايد الايثانولامين. ممكن نبتدي الاول ببناء فوسفاتايد الايثانولامين وبعدين نديله 3 ميثيل جروبس يبقى فوسفاتايد الكولين. امال الفوسفاتايد السيرين نعمله ازاي؟ نبني الاول فوسفاتايد الايثانولامين وبعدين نشيل الايثانولامين ونحط السيرين محله. بس عملية استبدال. يبقى الفوسفاتايد السيرين بيتعمل بعملية استبدال. لازم نبدي الأول فوسفاتايد الإيثانولامين وبعدين مجرد نشيل الإيثانولامين ونحط السيرين محله. عملية استبدال. أوكي؟ نستبدل مين بمين بقى؟ نستبدل الايثانولامين بالسيرين ولا السيرين بالايثانولامين؟ دي لغه عربيه يا ولد. دي لغه انجليزي دي ولا هيبقى كيمستري. نستبدل دايما خلينا نشوف كده الاراء. مين يقول نستبدل السيرين بالايثانولامين؟ السيرين بالايثانولامين. واحده بس اللي قالوا كده. اوكي. مين اللي يقول نستبدل الايثانولامين بالسيرين؟ غلط. اوكي. هو صح طبعا ونفس الانجلش اكسبريشن اتس ذا سيم. وي سبستيتيوت سيرين فور ايثانولامين. وي سبستيتيوت يعني نستبدل مين فور مين؟ سيرين فور ايثانول. دايما اللي بنقوله في الاول هو اللي هو اللي هيبقى موجود واللي بعد كده هو اللي هيتشال. اوكي؟
طيب ممكن كمان السيرين لو اشيل منه سي او 2 زي ما شرحنا في الاول يتحول الى فوسفاتايد الايثانولامين. يعني لو انا عندي فوسفاتايد السيرين ممكن ابني منه فوسفاتايد الايثانولامين لان اشيل منه كربون دايوكسيد من السيرين بتاعه طبعا يتحول الى ايثانولامين. اللي هو باي ترانزميثيليشن ممكن يدي فوسفاتايد الكولين. اوكي؟ طيب حد عنده سؤال في الحته الزياده دي؟ يبقى كده عرفنا ازاي نبني فوسفاتايد الكولين اللي هو ليسسن، فوسفاتايد الايثانولامين اللي هو سفلن او كفلن، والفوسفاتايد السيري. كلهم عرفنا نبنيهم ازاي. طبعا. طبعا طبعا طبعا. ما عنديش الانزيم اللي يعمل اكتيفيشن للسيرين، ولا كان السيرين ممكن نعمله نفس الشيء. ما عنديش. اوكي؟ طيب فاضل بقى الفوسفاتايد الانوسيتول. انا قلت هنا بقى انا ما بعملش اكتيفيشن للانوسيتول زي ما عملت مع الكولين او الايثانولامين، بعمل اكتيفيشن للفوسفاتيديك اسيد. بجيب فوسفاتيديك اسيد واعمل له رياكشن مع سي تي بي. في الواقع زي ما عملنا قبل كده مع الكولين فوسفيت هنقل سي ام بي من السي تي بي الى الفوسفاتيديك اسيد. ادي السي ام بي اهو اللي جبته من السي تي بي وشبكته في الفوسفيت بتاعت الفوسفاتيديك اسيد. اتفضل ايه من السي تي بي؟ بايروفوسفيت زي ما قلنا قبل كده. يبقى هنا في سايتد الترانسفيريز هينقل سي ام بي من سي تي بي لفوسفاتيديك اسيد. يبقى ده ممكن اسميه فوسفاتيديت سايتد الترانسفيريز او سمبلي سايتد الترانسفيريز. قلنا يتفضل ايه من سايتيديك اسيد؟ سوري من السي تي بي يتفضل بايروفوسفيت. ودي بتكسر بسرعه وبتخلي الرياكشن الريفرسبل. اوكي؟ اتكون عندي ايه بقى دلوقتي؟ سايتيديك اسيد اللي هو سي ام بي شابك في الفوسفيت اللي شبكه في الجليسرول اللي هو تو فاتي اسيد. طيب جليسرول مع تو فاتي اسيد يبقى اسمه ايه؟ داي اسيل جليسرول، مش كده؟ طب سي ام بي مع فوسفيت يبقى اسمه ايه؟ سي دي بي. يبقى الناتج ده اسمه ايه؟ سي دي بي داي اسيل جليسرول. يبقى احنا كده نشطنا الداي اسيل جليسرول وعملنا منه سي دي بي داي اسيل جليسرول. طب نعمل ايه بعد كده؟ سهل خالص، هنشيل السي ام بي ونحط بداله انوسيتول. السي ام بي طلع اهو. اوكي؟ والانوسيتول حل محله. كان في هنا سي ام بي شلناه اهو. وحل محله الانوسيتول. ويبقى الناتج فوسفاتايد الانوسيتول واختصارها بي اي فوسفاتايد الانوسيتول. في بقى تو ديريفاتيفز بعد كده ممكن نطلعهم منه مهمين جدا. اول حاجه باي فوسفوريليشن هنشبك فوسفيت في نمره 4 بتاعت الانوسيتول. فالفوسفاتايد الانوسيتول يتحول الى فوسفاتايد الانوسيتول 4 فوسفيت بي اي بي. بي اي يعني فوسفاتايد الانوسيتول، في فوسفيت في نمره 4 كمان يبقى بي اي بي فوسفاتايد الانوسيتول فوسفيت او 4 فوسفيت. وبعدين نشبك كمان فوسفيت في نمره 5 برضه. بتيجي منين؟ بكاينيز انزيم. نجيب فوسفيت منين؟ برضه من الاي تي بي زي اللي فات. اوكي؟ ويبقى الناتج ايه بقى؟ فوسفاتايد الانوسيتول اللي هو ده 4-5 بيس فوسفيت. أصبح في 2 فوسفيت في نمرة 4 و5 يبقى 4-5 بيس فوسفيت واختصارها بي اي بي 2 بدل بي اي بي تبقى بي اي بي 2. طبعا احنا قلنا ده ليه؟ لأن ده مهم جدا كميديتور للهرمون اكشن. فاكرين الهرمونز اللي بتشتغل على الفوسفوليبيس سي كانت بتعمل ايه؟ بتكسر البوند بين الفوسفيت والجليسرول. تقوم تطلع ايه؟ تطلع داي اسيل جليسرول وتطلع انوسيتول تريس فوسفيت. والاثنين ميدييتورز للاكشن، هما الاثنين بينشطوا البروتين كاينيزس اللي موجوده في الخليه. اوكي؟ فدول يعتبروا ميدييتورز للهرمون اكشن. عشان كده ذكرناها. حد عنده سؤال هنا؟ لا طبعا. ده كاينيز وده كاينيز تاني.
بس it's a different kinase not the same kinase يعني it is a different kinase لان السبستريت بتاعه مختلف واحد السبستريت بتاعه ايه فوسفاتيدل انوسيتول بس اللي هو ليبوسيتول والتاني السبستريت بتاعه فوسفاتيدل انوسيتول فوسفيت فهما تو ديفرنت انزايم لازم نكون من الاول عملنا فوسفاتيدل ايثانولامين وبعدين حلينا محله السيرين يبقى فوسفاتيدل سيرين بقول لو احنا عاوزين بعد كده نرجعه تاني ممكن انما مش دي الطريقه الرئيسيه يعني ما اقول لك اعملي لي فوسفاتيدل ايثانولامين تقولي لي من الفوسفاتيدل سيرين بدي كربوكسيليشن لا هي صح مش غلط بس مش دي الطريقه الرئيسيه الطريقة الرئيسية نعمل اكتيفيشن للايثانولامين نعمل له سي دي بي ديريفيتيف وبعدين نعمل فوسفاتيد الايثانولامين. اوكي؟ بعد كده ازاي نعمل فوسفاتيد السيرين؟ نشيل من ده الايثانولامين ونحط محله السيرين. اوكي؟ ممكن بقى بعد كده لو انا حبيت السيرين ده اشيل منه سي او 2 واعمله ايثانولامين تاني ممكن. انما ما تبقاش دي السكة الرئيسية للبناء. اوكي؟ سؤال تاني؟ نعم كارديوليبين ماله مش علينا انما احنا بنعمل اكتيفيشن الاول للفوسفاتيديك اسيد نعمل سي دي بي داي اسيل جليسرول وبعدين نعمل ايه نشيل سي ام بي ونحط بداله جليسرول يبقى فوسفاتيدل جليسرول وبعدين نجيب انذر سي دي بي داي اسيل جليسرول ونشيل منه سي ام بي ونشبكه في الجليسرول بقى كارديوليبين بس الكلام ده مش عليه. اوكي؟ طيب هنتكلم بعد كده عن الكاتابوليزم اوف فوسفوجليسرايد. الكاتابوليزم بيتم عن طريق فوسفوليبيزس وزي ما خدنا زمان في اربع فوسفوليبيزس رئيسيه. واحد يفك الفاتي اسيد نمره واحد. واحد يفك الفاتي اسيد نمره اثنين واحد يفك بين الفوسفيت والجليسرول واحد يفك بين الفوسفيت والالكوهول دول الاربعه فوسفوليبيز اللي بيفك الفاتي اسيد نمره واحد يبقى اسمه فوسفوليبيز اي 1 واللي يفك نمره اثنين يبقى اسمه اي 2 واللي يفك الفوسفيت من الجليسرول يبقى سي واللي يفك الفوسفيت من الالكوهول يبقى دي والدي مش موجود عندنا الدي مش موجود عندنا موجود في النباتات اوكي انما السي موجود ومهم جدا زي ما قلنا من شويه بيشتغل بالذات على الفوسفاتيدل انوسيتول 4 5 ديسفوسفيت عشان يطلع الهرمون سكند ماسنجرز اوكي طيب نشوف كده اهميتهم دول كده 1 باي 1 ايه اهميه اي 1 واي 2 اي 1 واي 2 هما الاثنين مهمين جدا عشان بناء اللانج سيرفكتنت ليه بقى؟ اللانج سيرفكتنت يتميز بايه؟ اولا هو عباره عن ايه اللانج سيرفكتنت؟ الميجور لانج سيرفكتنت هو في كذا واحد طبعا نوع من الليثسين يحتوي على اثنين بالميتيك اسيد يعني داي بالميتول ليثسين ليثسين وذ تو فاتي اسيدز ان ذا فورم اوف بالميتيك اسيد نمره واحد ونمره اثنين الاثنين بالميتيك اسيد طب ايش معنى بالميتيك اسيد يا اولاد؟ هل لهم ميزه البالميتيك اسيد هنا؟ انه ما يكونش انساتيوريتد ما يكونش انساتيوريتد ليه؟ لان انا هحطه فين ده؟ ده حطه في اللانجز فين؟ معرض للاكسجين ده اكتر حاجه معرضه للاكسجين ده اللي الاكسجين هيعدي من جنبه عشان يخش ويروح للبالمونري سيركيوليشن ها؟ فاذا ده لازم ما يتعرضش سوري يعني هو لازم هيتعرض للاكسجين فلازم يكون لا يتاثر فلازم يكون ساتيوريتد فاتي اسيد اوكي فهنا انسب حاجه يبقى في اثنين بالميتيك اسيد في بوزيشن واحد واثنين ففوسفوليبيزس 1 و 2 بقى ميزتهم ان هم يشيلوا لي الفاتي اسيد من واحد واثنين عشان ايه؟ عشان احط محلهم فاتي اسيد من البالميتيك اسيد نحط محلهم بالميتيك اسيد فطلع اصنع اللانج سيرفاكتنت. اوكي؟
طيب فوسفوليبيد اي 2 مهم عموما علشان نقدر نحط اراكيدونيك اسيد في بوزيشن 2. يعني لو بنيت انا فوسفوليبيد وما فيهوش اراكيدونيك اسيد في بوزيشن 2، لا انا عاوز احط اراكيدونيك اسيد في بوزيشن 2 بالذات واحطه في السيل ممبرين عشان ايه بقى؟ عشان بناء الايكوزانويدز. ها كيف يتم بناء الايكوزانويدز؟ الاول نجيب اراكيدونيك اسيد او ممكن تيمينيدونيك اسيد طبعا كمان. وبيجي منين بقى الاراكيدونيك اسيد؟ يكون هو اساسا جزء من فوسفوليبيد في السيل ممبرين، واشتغل عليه بالفوسفوليبيز اي 2 يبقى فك الاراكيدونيك اسيد من بوزيشن 2 وانزله في داخل الخليه، وهناك احوله الى الديفرنت ايكوزانويدز على حسب بقى مين الخليه دي. اوكي؟ فاي 2 مهم جدا علشان بقول نفك الاراكيدونيك اسيد من بوزيشن 2 علشان اقدر ابني ايكوزانويدز بعد كده. اوكي. فوسفوليبيز سي طبعا احنا لسه قايلين حالا بيفك الفوسفاتايد الانوسيتول 4-5 بيسفوسفيت الى 1-2 داي اسيل جليسرول وانوسيتول 3 فوسفيت، والاثنين دول هرمون سكند ماسنجرز ري اكتيفيت بروتين كاينيزيس ان ذا سيل، وبالتالي ميديت الاكشن اوف هرمون. اللي فاضل بقى انزيم جديد اسمه لاسيسين كوليسترول اسيل ترانسبريز، وله اختصار مشهور LCAT، لاسيسين كوليسترول اسيل ترانسبريز LCAT. ال LCAT ده بيبقى سينثيسايد ان ذا ليفر وبيشتغل في الليفر الى حد ما، انما كمان في البلاد بلازما زي ما هنشوف بعدين لما نتكلم عن البلازما ليبوبروتينز. بيعمل الانزيم ده بيجيب لاسيسين وكوليسترول، ياخد فاتي اسيد من اللاسيسين ويديه للكوليسترول، فاللاسيسين يفقد فاتي اسيد يتحول الى لايسو لاسيسين، والكوليسترول يكتسب فاتي اسيد يبقى كوليسترول اسيد. دي شغله ال LCAT. يعني هو في الاخر بيعمل ايه؟ بيبني كوليسترول استر من الكوليسترول. فهمنا ايه شغله ال LCAT؟ لاسيسين كوليسترول اسيل ترانسفيرز، بيحول الكوليسترول الى كوليسترول استر، وده مهم جدا عشان الميتابوليزم اوف ذا بلازما ليبوبروتينز اللي احنا لسه هندرسها بعدين ان شاء الله. اوكي؟ نعم. ماله اللايسوليسيسين؟ يمسك في الالبيومين بعد كده، اللايسوليسيسين الناتج بيمسك في الالبيومين. اوكي؟ وبعدين يبقى ديليفرد بعد كده في ذلك. ان ذا ليفر يعني ايه لللايسوليسيسين؟ ممكن نعمل بيه اللي احنا عايزينه. ممكن نرجع نشبك فيه فاتي اسيد تاني، ممكن نكمل تكسير زي ما احنا عايزين. حسب الريكوايرمنت اوف ذا سيل. ممكن قوي باي اسيل ترانسفيريز نرجع نبني بيه تاني فوسفوليبيد. وهو نفسه ممكن يميديت اكشن برضه. سيروسيس؟ لا لا لا، ليه؟ هو صحيح هو ديترجنت او سيرفكتنت، اذا الكسره منه ممكن تبقى مضره، ذيس از ترو. الكسره منه لو اتعمل كتير مش كويس. اوكي؟ انما الليفر بسرعه بيتخلص منه. مفيش مشكله. ما تنساش معظم الاكشن بتاعه يا ابني في البلد مش في الليبر. معظم الاكشن بتاعه في البلد. طيب يبقى احنا كده خلصنا الكاتابوليزم اوف ذا فوسفوجليسرايد. حد عنده سؤال تاني في الفوسفوجليسرايد ميتابوليزم؟ يبقى اللي فاضل لنا ايه بقى؟ السفينجو ليبيدز كلها، سواء كان سفينجو مايلين او جميع انواع الجلايكوليبيدز، دي هنخليها للمره الجايه.